لذا ندعو حكومة البحرين إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ابتسام الصائغ ناشطة حقوقية بحرانية آلت على نفسها أن تدافع عن حقوق أبناء البحرين التي انتهكتها عائلة آل خليفة. تنشط ميدانيا داخل البلاد لتوثيق الانتهاكات، فيما تسعى لإطلاع المجتمع الدولي على ما يجري في البحرين من خروقات عبر مشاركتها في الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف. النظام فرض عليها حظرا على السفر لم يرفعه إلا في شهر مارس الماضي، وتمكنت حينها من المشاركة في أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليصدح صوتها هناك فاضحا ممارسات عائلة آل خليفة الإجرامية عسى أن يثير انتباه المجتمع الدولي الأصم. لكنها وحال عودتها إلى البلاد تم استدعاؤها للتحقيق حول نشاطها في المجلس. كانت تلك المرة الثانية التي يتم استدعاؤها فيها خلال هذا العام. يحكمون بعشرات السنوات وتصل أحكامهم، لدينا الآن أحكام بالإعدام، ولكن قاتلي الضحايا ما زالوا محميين. لم تثنها أساليب الترهيب عن مزاولة عملها الحقوقي الميداني، فما كان من مرتزقة النظام إلا أن يحرقوا سيارتها بعد أن أحرقت قلوبهم بفضحها لممارساتهم الإجرامية. حتى حل على المنطقة قائد العالم الذي يصف نفسه بالحر والديمقراطي، ليهب حاكم البحرين شيكا على بياض لفعل ما يحلو له بالبحرانيين ودون رقيب أو حسيب. فكانت مزرة الدراز أولى نتائج ذلك اللقاء الذي جمع ترامب بحمد الخليفة، ليتبع ذلك هجوم شرس على الحقوقيين وفي مقدمتهم ابتسام الصائغ التي تعرضت إلى تعذيب في مكاتب جهاز الأمن الوطني بمركز شرطة المحرق، يذكر بممارسات التعذيب التي جرت بعد اندلاع الثورة في العام 2011. 7 ساعات من التعذيب المتواصل نقلت إثره الصائغ إلى المستشفى، لكنها لم تفلح في وقف نشاطها، إذ باشرت الصائغ توثيق الانتهاكات التي كانت هي ضحيتها هذه المرة، لتجد طريقها إلى الصحافة الدولية كاشفة إجرام الخليفيين وزيف دعاة الديمقراطية.